زوادة اليوم. الله معكم. بخبروا عن صبي صغير أهله كان عندهم سيرك، وكان البي والأم وكل العائلة يشتغلوا بالسيرك. بيوم من الأيام تسأل معلم الطلاب سؤال: شو أكتر شعور مؤلم بيعيشوا بحياتهم؟ وشو كانت صدمة المعلم كبيري لما شافت هالإجابة مكتوبة على ورقة: أكبر شعور مؤلم إنك تكون مبدع بإسعاد الآخرين بس أنت على طول حزين. لما فتشت عن صاحب الإجابة اكتشفت إنه هالإجابة لابن صاحب السيرك يلي كان يشتغل مهرج يضحك الكل، بس مع الأسف هو حزين. زوادي بتقلي وبتقلك أبشع اللحظات بيعيشها الإنسان لما بيكون مهرج عيونه وبيضحكوا بس قلبه بيبكي. خلينا نكون سعداء ونتقاسم سعادتنا مع الآخرين. والله معكم. زوادة اليوم. ثلاث دقايق يومية الصبح وعشية. زوادة اليوم من صوت المحبة.